السلطة الخضراء المغربية. السلطة الخضراء بالطريقة دي، السلطة الخضراء بالطريقة دي هنحتاج فيها خيار طبعا مقطعين وصغير، اللي عايز يقشر ويقشر واللي مش عايز ما يقشروش. هنحتاج فيها فلفل رومي أخضر، في ناس بتحطه كده من غير ما يدخل الفرن، في ناس بتحطه على البوتاجاز بتحمره أو بتشويه على البوتاجاز أو الفرن، وبنقشره وبنقطعه حتت، وأغلبية في المغرب إحنا بنشويه. في طماطم متقطعة صغير بس بنشيل البذر بتاعها، زيتون أسود وعصير ليمون وخل وبصل، وطبعا الملح والفلفل. هناخد كل المكونات بتاعتنا هنحطها، دي بدل السلطة الخضراء اللي احنا بناكلها هنا في مصر اللي هي خيار وبصل وطماطم، بس هو الفرق ان احنا بنزود عليها فلفل وزيتون، وبيبقى تتبيلتها بالخل والليمون، مش بالخل لوحده ومش بالليمون لوحده، يعني بنعملهم الاثنين. نحط الليمون بتاعنا والبصل، في احيانا ممكن نقطع فيها البصل شرايح، ونحط الخل، مش هحط كله لاني انا حطيت ليمون اكتر، واحط الزيتون، احط شويه ملح وشويه فلفل اسود بس كده، ونحط نقطه زيت زيتون مش الزيت العادي. يعني سلطة سريعة وخفيفة ومفيدة، ما بتاخدش وقت معانا على طول. لازم تجربوها، وتجربوها كمان بالفلفل اللي هو الفلفل المشوي، احنا بنحطه على البوتاجاز ونشويه، اول ما يغمق لونه او يسود من بره بنقوم شايلينه وحاطينه في كيس وقافلين عليه عشان يعرق، فالقشر بتاعه يتشال لوحده، يعني ما نقعدش نقشر فيه. ونقطعه، نشيل البذر بتاعه ونقطعه حتت صغيرة خالص، هنغرفها في الطبق بتاعنا.